خليني أسألك بقى عن الحراس بشكل عام، هل هناك أزمة حراسة مرمى في مصر؟ والله يا كابتن في الفترة دي لازم، أنا شايف فيه ليه؟ كل ده عشان إصابة الشناوي؟ ما احنا مش شايفين الجديد، يعني أنا مش شايف، أنا يعني الترتيب الحراس دلوقتي زي ما حضرتك كنا بنتكلم، احنا عارفين مستوى أبو جبل وهو وجوده دايما موجود مع الشناوي. نعم. بنقول أول وتاني. دلوقتي المفروض مين تدخل؟ مين تدخل؟ مصطفى شوبير، تدخل عواد، مع الناس دي بتلعب في نادي الأهلي ونادي طب الزمالك. ما هو الراجل اختارهم بالظبط، يبقى لازم أديهم، يعني لازم الناس دي تاخد. ما هو ممكن برضو انه انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم كمدرب، فالنتائج بالنسبه لي مهمه. لا يا كابتن يعني انا لا بالراحه بس، انا اسف، يعني انا ما يهمنيش النتائج اكتر لا من لا 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 ماشي يا كابتن، صلي على النبي، ماشي، بس انا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا راجل بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت عارف في مصر وانا بطلب من الاعلام هنا المسانده ثم المسانده ثم المسانده ايا كانت النتائج، زي ما انا قلت في البدايه المسانده الايجابيه. فانا كمان كمدرب عايز اكسب، يعني عايز لما ابدا يعني حته الريسك شويه هيكون متحفظ فيها كابتن حسام. عارف لو مع فيتوريا اقول لك ماشي ما عندوش مشكله، بقى له سنه ونص. الريسك يا كابتن اللي انا باخد حراس هلعبهم امتى؟ ايوه ما انا هلعبهم. انا لعبت امتى يا كابتن شوبير؟ حضرتك لعبت امتى؟ اه كويس، بس انت لعبت مع جهاز مستقر بقاله فتره طويله قاعد و و و نيوزيلندا مثلا بكره كابتن، احترامي نيوزيلندا، انا هدي فرصه لشوبير امتى؟ هدي فرصه لعواد امتى؟ انا بس برجع تاني اقول لك انه الراجل لسه بيقول يا هادي، الراجل عايز يقدم اوراق اعتماده للجماهير المصريه، وبالتالي الامور ما بتكونش سهله. يعني زي ما انت مثلا لعيب بتلعب اول مباراه، مش محمد صبحي اللي بعد 50 مباراه او حقيقة. بعد سنتين، ولا شايف ان ده طبيعي عادي ممكن ندي ما فيش مشاكل؟ انا شايف لا طبيعي، انا طالما انا اخترت او انا راجل بقيت واحد في قائمه منتخب مصر، يبقى انا جدير اللي انا اخش العب. نعم، فانت شايف انه ممكن يدي فرص؟ طبعا، ولازم يدي فرص، لازم يدي مصطفى شوبير فرص، لازم يدي عواد فرص. نعم، مش هي الناس دي اللي بتلعب بقى دلوقتي افريقيا وهي المتواجده؟ نعم. وهل مصطفى ده مش ادى بشكل كويس مع النادي الاهلي؟ مفيش جون عمل اللي هو مثلا عمله، اتحط في زي ما بيقولوا في النار، لعب. نعم. خلاص حسينا بفرق بين الشناوي؟ ما حسيناش. لا يظل المنتخب. الشناوي. يظل الشناوي. بس هل دلوقتي المباريات اللي لعبها دي ليها؟ انا بتكلم ب ب ب في العموم على حراسه المرمى في مصر. ان هم يعني انت مثلا حضرتك قلت محمد بسام، وانا اقول لك في محمود جاد، وانا اسف ممكن اكون ناسي اسمين ثلاثه من، وفي محمد صبحي، وفي محمد صبحي طبعا. ما انت هتاخد يا عواد يا صبحي، مش هتقدر تاخد الاثنين اللي بيلعب. يعني. اللي بيلعب، فعواد هو كانت رجليه في الملعب اكتر الأخير شويه الفترة يعني. الاخيره. طيب الان على حراسه مرمى المنتخب ولا الامور تمشي طبيعيه؟ ده الامور تمشي طبيعيه في المعسكر الحالي. نعم. في الظروف دي انت اخترت قائمه دلوقتي من اربع حراس، فيها ابو جبل، فيها عواد، فيها المهدي، فيها شوبير. نعم. هحط ابو جبل رقم واحد، احط مصطفى شوبير رقم اتنين، احط عوض رقم تلاتة. ده في ماتش، ده في ماتش تاني اتغير، الماتش التاني اتغير. طيب خليني بقى ايه اروح معاك لسكك تانية، لانه ده مهم. المنتظر انت حضرتك رايك ايه؟ انت برضه عم الشغلانه. لا لا يعني انا اسالك. لا انا رايي ده خارج الهوا، لكن في الهوا لا ما ينفعش. خليني اسالك بقى عن، شفت الناس استقبلت حسام حسن ازاي؟ شفت فرص حسام حسن في النجاح ازاي؟ اشتغلت مع حسام لما كان في النادي الاسماعيلي؟ في الاسماعيلي. نعم. بس انا ما قعدتش كتير حسام. انا ما قعدتش كتير، وانا في الفتره دي انا كنت مصاب، كان عندي اصابه في الخلفيه وما كنتش متواجد بصفه مستديمه طبعا مع الكابتن. بس طبعا حلم الكابتن حسام هو تدريب منتخب مصر. ده صحيح. واي مدرب بيقاتل في الدوري المصري عشان يعمل نتائج، وهو فعلا عمل نتائج ايجابيه جدا في وجوده مكان موجود في المصري. نعم. طور لعيبه كتير، والنهارده بنشوف محمد الشامي ده واحد من يعني من اختراعات الكابتن حسام حسن. نعم. او من ولاده. النهارده بنلاقي وحمدي. نعم. حمدي الباك ليفت، محمد حمدي. محمد حمدي هيلعب هاني. اللعيبه اللي هو دايما شايفها اللي هي هتبقى كويسه معاه الفتره اللي جايه كابتن حسام وابراهيم حسن او جهاز عموما، هنلاقي فيه اختلاف. نعم. انا عايز نغمه ان المدرب الوطني لا ما ينجحش والمدرب الاجنبي والكلام ده، لا احنا عايزين كابتن حسام يتصبر عليه خلاص، مش قدامنا يتصبر عليه. يتصبر عليه خلاص. نعم. قدامه حلول اللي احنا نشوف هيعمل ايه. واللي انا شايف النهارده ابرز تصريحات الكابتن حسام اللي هو دلوقتي حفظنا الولاد هنلعب بطريقه ايه، هو باين وداخل المعسكر او داخل البطوله عنده بلان، شايف ان عنده حظ حلو انه جاي على اجنده دوليه، وانه
رابطة الأندية وافقت له على أسبوع زيادة وما كانش فيه مدرب بياخد الوقت ده كله. ده حقيقة. وبالتالي ده مديله فرصة أفضلية جيدة. أكبر. أفضلية أكبر. نعم. إن يبدأ الدنيا بدري شوية. يبدأ يتعرف على اللعيبة. هو طبعا عارف المدرب المصري كابتن شوبير ملم بكل الامور. اكيد دي. اكيد. فده نعم. مهم جدا. هو الحقيقه راح المباريات كلها بالظبط. نعم. وهو كان اتعرض طبعا لاجهاد كبير جدا. وده وده ما يعني ده كان عاجبني جدا في كابتن، ما سابش ولا مباراه. نعم. الا ما راحهاش. وادى انطباع لكل اللعيبه بتاعت الانديه اللي انت ليك فرص. نعم. زي ما كان الكابتن حسن شحاته في فتره سابقه كان بيعمل كده. نعم. ان النهارده لعيبه المنتخب او لعيبه الدوري المصري اللي احنا كلنا لينا فرص الفتره اللي جايه مع الكابتن حسام حسن. وده أمر جميل. ده أمر طيب. ونتمنى رب التوفيق لمنتخبنا الوطني. النهاردة إن شاء الله هنختم برضو بالأغنية بتاعة المنتخب لتشجيع المنتخب بقى. عايزين الناس تبقى موجودة معنا.